بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الخميس الموافق 17/3/2022 تم وصول الرسالة الثالثة من صكوك إطعام الطعام وقدرها 2 طن برفقة فضيلة الشيخ محمد مرسي مفتش عام بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك لتسليمها إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال رعاية سيادة اللواء محافظ المنوفية.